هاند ويلكم باك تو. اليوم بدنا نعمل لوك كتير مهضوم، بدنا نكون حاطين فيرني اسود وبعدين بدنا نحط فوق الوان فاقعه. هو لوك كتير مهضوم للصيفيه، سو اذا حابه تشوفوا هذا اللوك بليز كيپ واتشينج. لهيدا اللوك اول شيء بدنا نحتاج كذا لون من اختيارنا. انا نقيت الموف والكورال والفيروزي، نقيتهم الوان هيك كتير برايت يعني فاقعه علشان يعكسوا على الاسود بطريقه حلوه. بدنا نجيب كيس نايلون ومنحط كمية من الفيرني على الكيس ومنتركها تنشف. هلأ عم حط الموف، بدنا ننتبه انه نسمك منيح علشان ما يطلع الفيرني هيك رقيق بس ينشف، يعني منشوف ثرو، بده يكون سميك ومغطي منيح. بعدين باخد تاني لون يلي هو الكورال الفاقع، كمان مثل ما عملت بالموف بدي حط على الكيس، بسمكها، بعمل مساحة كبيرة علشان اقدر قص فيها، اقدر قص منها قد ما بدي قد ما حعوز. وبعدين بعمل نفس الشيء باللون الفيروزي. ننتبه انه نعمل مساحة منيحة مش مساحة صغيرة لانه بدنا نقص قد ما بدنا. هلا انا كنت محضرة كيس بالبيت قبل، كنت عاملة منهم بالقبل. اهم شيء انه بس ينشفوا الالوان بدي احط من فوقهم ساش فيت كتير 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 منيح وبدنا نتركهم. هلا انا لما حضرتهم بالبيت عملتهم بالليل، تاني يوم استعملتهم الصبح كانوا منشفين كتير منيح، حطيت ساش فيت تركتهم شي ساعتين ونشفتهم. مثل ما بتشوفوا انه الشقفة يلي رسمناها يلي لوناها بتنقام مثل ما هي، ما كأنه في شي عادي. يعني اذا ما حطينا ساش فيت ما بيقدر يصير هيك، اذا بنصير بدنا نحاول نقبعها بدها تصير تتفتفت، فكرمال هيك الساش فيت كتير مهم، مهم لنقبعها شقفة الوحدة ومهم لحتى بس نمسكها ما تتفتفت. بعدين بنشيلهم كلهم عن الكيس. بدنا نستعمل كيس نايلون سميك يعني نقدر نبرمه ونحركه ويكون قادر يهدي الفيرني لما يكونوا هني ومي. بنقشرهم على الكيس، بعدين بنجيب مقص ومنقص الشكل اللي بدنا اياه. انا قررت اقص اشكال المثلث لانه انا كتير بحب شكل المثلث، بحب كيف بيعطي افكت على الضفر، لا خصوصي انه ضفري مربع فبيطلع هيك كتير مهضوم عليه. قصيت 3 شقف من كل لون، قلت بعدين يعني بس بدي بلش حطهم بقرر كيف بدي وزعهم. بعدين بدي اخذ فيرني شفاف حطه فوق الاسود، ما بحط اسود علشان لما بدي احرك القطع اللي بدي لزقها ما بدي يجي عليها لون اسود، يعني اذا اجى عليها فيرني بيجي عليها الفيرني الشفاف، هيك ما بتاثر انا ما بتفرق معي من اللون الاسود. بعدين قررت انه اخذ لون الموف ولزقته. ما في طريقة معينة لتلزقون، يعني أنا هيك خطرت لي لزقون فلزقتهم هيك. المهم إنه نوزع الألوان بطريقة مهضومة مش إنه نفس الشيء، وإلا بتطلع بتزهق يعني ما بيطلع شيء مهضوم. فلزقت الموف فوق ولزقت الأورانج تحت، الكورال تحت، كبس عليهم مزبوط لحسن إنه لزقوا على الضفر. بعدين باخد الفيروزي وبحطها ولأدمج الألوان كلها مع بعض. استعملت 2 فيروزي على أول ضفر، لاحظ انه هيك صار في مثل بلندنج بين الالوان. وهيك بنكون عملنا ديزاين، قسمنا الالوان مثل ما بنحب. ما ضروري تستعملوا، ما ضروري تستعملوا الالوان اللي انا استعملتها، فيكم تنوعوا اللي بدكم اياه. واهم شيء انه بس نخلص نلزق الاشكال لازم نجيب ساش فيت ونحط طبقه او طبقتين كتير كتير منيح، لانه اذا ما حطيناهم رح يبينوا هول ملزقين، ومش بس رح يبينوا ملزقين، بعد فترة يعني بعد كم ساعة رح يفكوا ويوقعوا وبيصير شكل فيرني كتير مبهدل. سو كتير مهم انه نحط الساش فيت. وهذا كان اللوك، هذا كان اللوك لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. بليز تذكروا انه فيكم تستعملوا حيلا الوان بدكم اياها، يعني بدل الالوان الفاقعة فيكم تستعملوا الوان عادي، وبدل الاسود فيكم تحطوا ابيض، بس اهم شيء اهم شيء اهم شيء تتذكروا انه لازم تستعملوا الساش فيت وكيس نايلون سميك عشان تزبط معكم، لانه اذا ما عملتوا هيك مش رح يمشي الحال. So, اذا حبيتوا هذا الفيديو please like and subscribe and follow me and Lulia on all social media. Thank you, see you next time.